إنا أعطيناك الكوثر. إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة. فصل لربك وانحر. فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن شانئك هو الأبتر. إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء.